قد تكون من أكثر المشاكل الناجمة عن زيادة الوزن والسمنة هو التهاب الكبد الدهني أو الكبد الدهني. كيف يكون شكل الكبد الذي تتراكم الدهون من حوله؟ هل من ضرر على صحة المصاب؟ وهل من علاجات واعدة للقضاء على المشكلة؟ سنتحدث ونجيب عن هذه التساؤلات مع ضيفنا الدكتور محمد زاهر، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير. حياك الله معنا دكتور محمد. أهلا يا عرفي. دكتور محمد، يعني هذه التساؤلات خير من يجيب عنها هو أنت، خاصة وأنه هو مجال تخصصك. الكبد الدهني دكتور، ما الذي نقصده بالكبد الدهني؟ هلا فيما يخص موضوع الكبد الدهني، وهو عبارة عن مرض العصر حاليا، ويعتبر من أكثر أمراض الكبد شيوعا، وهو مرتبط بنمط الحياة بالإضافة لبعض العوامل الأخرى سوف نتحدث عنها بالتفصيل. نعم. لكن لإظهار أهمية هذا المرض، بدأت دراسة هذا المرض كمرض مستقل من فترة الثمانينات. في دراسة أمريكية بعام 1988 كانت نسبة التهاب الكبد الدهني هي حوالي 5% من أمراض الكبد. بآخر دراسات أو في دراسات بعام 2014 وصلت نسبة التهاب الكبد الدهني ما بين الدراسات تتراوح ما بين 20 إلى حتى 40% من عموم الناس في بعض الدراسات. هاي النسبة ملحوظة ولافتة دكتور. ففي زيادة ملحوظة ولافتة من الثمانينات إلى التسعينات إلى الآن. طبعا هذا الأمر يرتبط بشكل أساسي بتغيرات السلوكية التي حدثت في نمط حياتنا المعاصرة، بالإضافة لارتباطها بالسمنة بشكل وثيق. قبل أن نتحدث عن هذه التغيرات دكتور، الكبد الدهني يعني تراكم الدهون داخل الكبد حول الكبد، أين تكون الدهون بالضبط؟ في الأحوال الطبيعية يحتوي الكبد على نسبة من الدهون، لكن نسبة الدهون في الكبد لا تتجاوز 5% من كتلة الكبد. نعم. تراكم الكبد تراكم الدهون في الكبد نعني في زيادة نسبة الدهون في الكبد ككبد كداخل الكبد لنسبة تتجاوز 5% إلى 20% أو أكثر أحيانا. نعم. فالأحوال العادية هناك نسبة ضئيلة من الدهون بالكبد، لكن نتيجة عوامل مختلفة يحدث تراكم الخلايا التي تحوي على أنواع مختلفة من الدهون، منها الكوليسترول أو الشحوم الثلاثية. نعم. أو الأحماض الدهنية وبعض أنواع الشحوم الضارة مثل السيرامايدز، تتراكم على الكبد أو داخل الكبد وما بين خلايا الكبد، مما يؤدي إلى تطور في حدوث التهاب الكبد الدهني. التهاب الكبد الدهني لا يبدأ كالتهاب، يبدأ أو يمر التهاب الكبد الدهني بعدة مراحل. نعم. المرحلة الأولى هو ارتشاح الكبد بالخلايا الدهنية. فبهذه المرحلة والمرحلة الأولى كل ما يحدث أن هناك زيادة بنسبة الدهون على الكبد بنسبة تتجاوز 5% من غير أن يحدث أي تأثيرات على الكبد، لكن مع زيادة حدة الترسبات الخلايا الدهنية في الكبد وزيادة نسبة الدهون بالكبد تبدأ ظهور الأعراض المتمثلة بما يسمى المرحلة الثانية أو هو التهاب الكبد الدهني. يعني الأعراض تبدأ في المرحلة الثانية. نعم. المرحلة الأولى صامت، وحتى في المرحلة الثانية صامت سريريا، يكون صامت، لكن ينعكس ذلك على وظائف الكبد التي تظهر بالفحوصات المخبرية. عادة لا تظهر أعراض على المريض فيما يخص التهاب الكبد إلا في مراحل متقدمة، مراحل متقدمة من التليف أو في مرحلة التشمع اللي هي ممكن مرحلة جدا متقدمة. نعم. من تضرر الكبد. نعم صحيح. دكتور كيف تكون هذه الأعراض في بدايتها؟ في بدايتها كما أسلفنا لا يكون هناك أعراض، قد تكتشف بالصدفة نتيجة إجراء المريض لبعض الفحوصات الروتينية كفحوصات الدم، ويكتشف أن هناك ارتفاع بإنزيمات الكبد، أو إجراء صورة تلفزيونية أو صور شعاعية للبطن لأسباب أخرى، فيكتشف أنه بالصورة تظهر وجود الدهنيات على الكبد. لا يكون هنالك شكل غير طبيعي في مظهر البطن، آلام، عادة المرحلة الأولى هو صامت تماما، لكن قد يحدث بعض التضخم البسيط بالكبد الذي غالبا لا يعطي أعراض سريرية. نعم. الكبد الدهني مرتبط دائما بالسمنة دكتور؟
ليس دائما مرتبط بالسمنة، هناك عدة عوامل تترافق أو تزيد من احتمالية حدوث تشحم الكبد أو التهاب الكبد الدهني، أكثرها هو السمنة، ولكن يترافق أيضا مع عوامل أخرى مثل ارتفاع دهنيات الدم. ارتفاع دهنيات الدم لا يعني بالضرورة أن يكون شخص بدين، لا يعني أن يكون هناك شخص بدين، لأنه هناك بعض الأشخاص اللي يتمتعون بكتلة جسم طبيعية لكن نتيجة عوامل وراثية يعانون من ارتفاع الدهون أو ارتفاع الكوليسترول. هذه معلومة صادمة دكتور، يعني ما لها علاقة بنظام حياة أو نظام غذاء. معظم الأحيان نعم، ولكن في هناك أشخاص يعانون من ارتفاع دهنيات الدم نتيجة عوامل وراثية بحتة، يكون وزنهم مثالي ويكون نظامهم الغذائي مثالي لكن نتيجة عوامل وراثية يعانون من ارتفاع في دهنيات الدم. من الأسباب الأخرى الإصابة بمقاومة الإنسولين أو الإصابة بالسكري من النوع الثاني. هناك بعض الأمراض الأخرى التي تزيد من احتمالية الإصابة بدهنيات الكبد مثل اضطرابات الغدة الدرقية من نقص نشاط الغدة الدرقية، خمول الغدة الدرقية. شو العلاقة دكتور ما بين خمول الغدة الدرقية وما بين الكبد الدهني؟ الخمول الغدة الدرقية من أحد الأسباب لارتفاع الشحوم الثلاثية، وارتفاع الشحوم الثلاثية بالدم ينعكس على الكبد بارتفاع تراكم الدهون الثلاثية في الكبد. طبعا كآلية المرض، آلية المرض هي نوعا ما آلية معقدة لكن ممكن بسطها بأسلوب بسيط، إنه الكبد هو عبارة عن فلتر للسموم كأحد الوظائف اللي يقوم بها الكبد. من هاي السموم أو الدهون المتراكمة أو الموجودة بالجسم، فزيادة إنتاج الدهون أو خلل بعملية ربط هذه الدهون بالكبد وطرحها يؤدي إلى حدوث دهنيات الكبد. يعني يا إما في زيادة في الإنتاج وبالتالي زيادة الكميات الدهون الواردة إلى الكبد والتي تفوق قدرة الكبد على سحب أو ربط هذه الدهون، أو خلل داخل الكبد بآلية ربط هذه الدهون وطرحها بالجسم. ممكن يكون يعني معدلها طبيعي الوارد للكبد ولكن نعم يكون أحيانا يعني خلل داخل الكبد بعملية ربط هذه الدهون داخل الكبد مما يؤدي إلى تراكمها وإحداث الضرر الصحي وبالتالي حدوث التهاب الكبد الدهني. فيما يخص التهاب الكبد الدهني كمرض هو عبارة عن مرض مستقل ويفرق عن أمراض أخرى. يعني هناك التهاب الكبد الدهني بنسميه الغير كحولي نان الكحوليك، وهذا ما أود أسألك عنه أنه كيف كحولي ولا كحولي دكتور؟ لأنه آلية المرض تختلف تماما في المرضين. التهاب الكبد الكحولي هو نتيجة تعاطي الكحول مما يؤدي إلى زيادة في تراكم الطاقة وتحولها إلى دهون تتراكم بالكبد بآلية تختلف عن آلية التهاب الكبد الغير كحولي اللي هو مرتبط كما أسلفنا سابقا بالسمنة بشكل أساسي، السكري أو مقاومة الأنسولين أو ارتفاع دهنيات الدم أو أحياناً ارتفاع ضغط الدم كجزء من المتلازمة الأيضية أو ما يسمى إكس سيندروم أو ميتابوليك سيندروم. نعم، الكحولي يمكن شائع أكثر في الغرب دكتور منطقتنا نعم العربية. نعم، التهاب الكبد الكحولي شائع وهو يعتبر السبب الرئيسي لالتهابات الكبد حتى بالغرب أكثر منا بالعالم العربي. بالعالم العربي التهاب الكبد غير الكحولي هو الأكثر شيوعاً. الكبد الدهني دكتور هل بالضرورة أن يتحول إلى التهاب كبد دهني؟ لا مش بالضرورة، معظم الحالات التي تكون بالمرحلة الأولى تبقى بالمرحلة الأولى هو ارتشاح أو الكبد الدهني أي دون حدوث التهاب. بعض الحالات تتطور إلى المرحلة الثانية وهي نسبتها طبعا أقل بكثير من المرحلة الأولى أو المرضى الذين يقومون بالمرحلة الأولى، ونفس الشيء تطور إلى مرحلة التليف أو مرحلة التشمع تكون أقل. فليس بالضروري أي كبد دهني يترافق مع أن يترافق مع التهاب. ما يميز ما بين المرحلة الأولى والثانية هو الفحوصات. نعم. بمعنى أنه إذا كان فقط هناك ارتشاح بالكبد الدهني وأجرينا فحوصات مخبرية، الفحوصات المخبرية تظهر انزيمات الكبد الطبيعية.
لكن في حال بدأت انزيمات الكبد بالارتفاع فهذا يدل على تحول من مرحلة الارتشاح الدهني اللي هي المرحلة الأولى إلى مرحلة التهاب الكبد الدهني. دكتور، الانتقال ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من المرض إلى الالتهاب تكون سريعة أم تكون بطيئة؟ عادة تستغرق سنوات، عادة تستغرق سنوات، وعادة تطور المرض من المرحلة الأولى مرحلة التشمع يستغرق لا يقل عن 15 إلى 20 سنة، أحيانا 25 سنة ما بين بدء المرض وما بين حدوث تشمع الكبد اللي هو مرحلة متقدمة. نهاية المطاف. دكتور، من الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني؟ صغار السن، البالغين، أكثر المسنين؟ فئة عمرية بحسب الدراسات ما بين الإناث والذكور من الأكثر عرضة؟ لا يوجد فرق بنسبة الإصابة ما بين الإناث والذكور. الفئة العمرية الأكثر حدوثا أو أكثر إصابة هي ما بعد سن الخمسين. هذا يعني أنه قطعا الأطفال لا يصابوا بالكبد الدهني؟ لا، يعني لا يصابوا بالكبد الدهني، ولكن نسبة حدوثها عند الأطفال أقل بكثير من حدوثها عند البالغين. نحن كما نرى حاليا أنه نسبة السمنة عند الأطفال ترتفع بشكل كبير، وهذا ينعكس طبعا على موضوع الكبد أيضا. فنسبة التهاب الكبد الدهني موجودة عند الفئات العمرية الصغيرة خاصة الذين يعانون من سمنة، ولكن نسبة حدوثها عند الأطفال أقل من نسبة حدوثها عند البالغين لعدة عوامل، عوامل مرتبطة بالاحتراق، عوامل مرتبطة بالأمراض المرافقة. بمعنى الأطفال أقل عرضة للإصابة بارتفاع دهنيات الدم من البالغين. الأطفال أقل عرضة بكثير من الإصابة بالسكري من النوع الثاني حصرا من البالغين. فبالتالي الأمراض المرافقة أو العوامل اللي نسميها عوامل الخطر بالنسبة لالتهاب الكبد الدهني أكثر شيوعا عند البالغين منها عند لذلك تقل نسب الإصابة بين الأطفال. لذلك الإصابة عند الأطفال هي عادة أقل، ذلك لا يمنع من حدوثها بهذا. دكتور، ذكرت الأسباب وعوامل الخطر التي تقف وراء الكبد الدهني. خطر في بالي سؤال قبل أن ننتقل إلى طرق التشخيص. بعض الأدوية هل تلعب دورا في نشوء الكبد الدهني؟ نعم، وهذا خصوصا مكملات الأجسام. دكتور، حقيقة هناك عدة أدوية ثبت علاقتها بحدوث التهاب الكبد الدهني، منها بعض الأدوية تستخدم القلب أو لاضطرابات انتظام القلب مثل دواء معروف جدا هو الأميودارون. بعض الأدوية المثبطة للمناعة بيستعمل من قبل أطباء الروماتيزم، وأحيانا يستعمل في علاج الأورام دواء مشهور جدا اسمه ميتوتريكسات. فهناك العديد من الأدوية بالإضافة إلى العلاجات الهرمونية أو موانع الحمل الهرمونية، كلها من الأدوية التي تزيد احتمالية التهاب الكبد الدهني. نعم. طيب دكتور، اسمح لي الآن أن أسألك بعلاقة الكبد الدهني بالسمنة. نعم. إذا كان هنالك علاقة وثيقة فيما بينهما، نعم، فالحال قد يكون البديهي هو فقدان الوزن. نعم. لكن ما قرأته أثناء تصفحي هو أن فقدان الوزن السريع قد يتسبب، نعم، بتراكم الدهون. صحيح. في الكبد وخصوصا من خلال عمليات التكميم وتحويل المسار. صحيح. جراحات السمنة هل تلعب دور دكتور في نشوء الكبد الدهني؟ هي لا تلعب دور بنشوء الكبد الدهني، بالعكس أحيانا يوصى بها كطريقة من العلاج، ولكن عملية نزول الوزن السريع يؤدي إلى تحرر كميات كبيرة من الدهون وبشكل سريع إلى الدم. هذا الدهون المتحررة إلى الدم سوف يتم تصفيتها بالكبد، فعند وصول كميات كبيرة من الدهون إلى الكبد تفوق قدرة الكبد كما أسلفنا في البداية على ربط هذه الدهون، جزء منها يتم طرحه لكن الجزء الأكبر الذي لم يستطع الكبد التعامل معه يتراكم داخل الكبد، وبالتالي النزول السريع يؤدي إلى التهاب كبد دهني. طب ما هو عمليات التكميم دكتور تتسبب بنزول سريع؟ تتسبب بنزول الوزن، لكن دائما ينصح بالنزول التدريجي. حتى فيما يخص علاج التهاب الكبد الدهني المترافق مع زيادة الوزن ننصح بالنزول التدريجي ولا ننصح بالنزول السريع. ما الذي نعنيه دكتور كمعدلات؟ نعم. بالنزول البطيء أو النزول يعني السريع؟ نعني بالنزول السريع هو النزول الذي يفوق كيلوغرام بالأسبوع. الدراسات بيّنت أنه أأمن وأفضل طريقة للنزول هي نزول الوزن الزائد بمعدل يتراوح ما بين نص إلى كيلوغرام بالأسبوع خلال عدة أشهر أو ستة أشهر، إلى أن يفقد الشخص ما يعادل
10% ما بين 7 إلى 10% من هذا الوزن خلال 6 أشهر بشكل تدريجي. بشكل تدريجي ومعدل لا يتجاوز نص كيلو إلى كيلوغرام بالأسبوع. سبحان الله دكتور، نسمع دائما بالخلطات والأدوية التي يتهافت عليها الناس لفقدان وخسارة أوزانهم بشكل سريع ومضطرد، ولا نعلم بأنه الغاية من نزول الوزن التدريجي قد تكون لغايات صحية، من أهمها عدم الإصابة بالكبد الدهني. عدم الإصابة بالتهاب الكبد الدهني، لأن النزول السريع كما أسلفنا قد ينعكس سلبا بحدوث التهاب كبد دهني. دكتور، طرق التشخيص، بما أنه الأعراض تكون في مهدها صامتة، فكيف تشخصونها أنتم كأطباء؟ التشخيص أولا يعتمد في البداية أو في المراحل الأولى على الاشتباه السريري، بمعنى عندما يأتي شخص يعاني من سمنة مفرطة، وزنه حوالي 100 كيلو وطوله مثلا نحكي 170 سنتي ووزنه يفوق 100، يدخن بشراهة، عنده ضغط، عنده دهنية. تدخين له علاقة دكتور؟ نعم. تدخين له علاقة بالتأثير على البروتينات التي تقوم بربط الدهنيات بالكبد، تقلل من فعاليتها أو من تصنيعها، ويعاني من دهنيات، يعاني من ضغط، يعاني من سكري. ففي هذا السيناريو أو نسميه الميتابوليك سيندروم أو الإكس سيندروم، يجب الاشتباه بوجود التهاب كبد دهني. في البداية نقوم بإجراء الفحوصات المخبرية اللي هي مرتبطة بإنزيمات الكبد، وإجراء صور شعاعية بسيطة مثل الصورة التلفزيونية أو الألتراساوند التي تظهر وجود تراكم الدهون على الكبد. في حال ارتفاع إنزيمات الكبد يجب استبعاد الأسباب الأخرى مثل ارتفاع الإنزيمات كالأدوية أو التهابات الوبائية، ويبقى التشخيص القطعي سابقاً بأخذ خزعة من الكبد. الخزعة كيف يتم أخذها دكتور؟ بواسطة نيدل أو إبرة معينة تحت الصورة التلفزيونية يتم تحديد موقع الكبد، إدخال هذه الإبرة عبر الجلد إلى النسيج الكبد وأخذ عينة صغيرة. لحظة، بدون دخول المريض إلى غرفة عملية؟ عادة هذا الإجراء يتم إجراءه كإجراء يومي أو دي كيس. نعم. يقوم به عادة طبيب الأشعة ويبقى المريض 4 ساعات للمراقبة ثم يخرج المريض. حاليا تم الاستعاضة عن موضوع أخذ الخزعة للتخفيف من تأثيرات الجانبية بإجراء بفحص جديد يسمى فحص مرونة الكبد أو الفايبروسكان. نعم. وهو إجراء يشبه تماما إجراء الصورة التلفزيونية، يتم قياس كثافة الدهون بالكبد في حسبة، هناك حسبة معينة يتم حسابها وتحديد أي درجة من الكبد، هل في التهاب ما في التهاب، إذا في تليف أي درجة، هل في تشمع، من غير اللجوء إلى الخزعة. وهذا الأمر يعني في آخر 5 سنوات بدأ الاعتماد عليه بشكل كبير واستعيض بدلا من أخذ عينة الكبد. خليني أقف عند الخزعة دكتور. لماذا يتم ربطها كمفهوم بتطور أو نشوء مثلا المشاكل بشكل أسرع؟ إذا كان ورم يتطور بشكل أسرع، الناس عادة تخاف من اللجوء إلى الخزعة، يقول لك والله يعني راح أخذ خزعة فجأة انتشر السرطان. نعم. في كل جسم. تسمع بها دكتور؟ هاي نقطة جدا مهمة ورائع أنك حكيتي عنها. هذا المفهوم خاطئ جدا، أن أخذ العينة يرتبط بانتشار المرض أو انتشار الورم. هذا الكلام محدود بأنواع جدا جدا محدودة من الأورام، يعني مثلا كأورام الجهاز الهضمي محدود فقط في أورام البنكرياس. نعم. إذا ثبت بالصور الشعاعية أن هناك ورم قابل للاستئصال الجراحي، فالأفضل عدم أخذ خزعة حتى لا ينتشر في المنطقة التي سوف يتم إجراء الجراحة فيها. ولكن بقية الأورام بلا استثناء فيما يرتبط بالجهاز الهضمي لا يوجد ورم ينتشر بعد أخذ خزعة. إذا الورم انتشر فهو كان منتشرا أصلا قبل أخذ الخزعة. أما أن الخزعة أدت انتشار الورم فهذه النظرية ومفهوم خاطئ عن بشكل كبير، ويقتصر هذا الأمر فقط على أورام البنكرياس ومش كل الأورام. حتى في بعض الأورام يتم أخذ عينات منها في حال كان الاشتباه أنه هي ورم أو ليست ورم. دكتور، فيروس الذي يصيب الكبد. نعم. والدهون التي تصيب الكبد. نعم. يقال بأن الفيروس قد يشفى منه الكبد، لكن الدهون الشفاء منها يكون في غاية الصعوبة. هل من علاجات فعلا دكتور؟ هلا فيما يخص العلاجات، العلاجات طبعا تعتمد على عوامل الخطر، بمعنى
إذا كان السبب الأساسي هو السمنة فيجب إنزال الوزن. وبالدراسات العلمية أثبتت بشكل قطعي عدة دراسات أن إنزال الوزن قد ينزل من مرحلة المرض، بمعنى قد يخفف من درجة التليف إذا كان تليف متقدم للتليف خفيف، وقد يخفف من درجة الالتهاب بحيث تعود إنزيمات الكبد إلى وضعها الطبيعي. فموضوع نزول الوزن هو جزء أساسي من العلاج. الرياضة، عدة دراسات أثبتت أن الرياضة بمعدل نص ساعة يوميا وخاصة المشي السريع تساعد بشكل أساسي على وفعال على تخفيف دهون الكبد والعمل على عودة إنزيمات الكبد إلى وضعها الطبيعي. عظيم. هناك عدة علاجات أو علاجات دوائية. العلاجات الدوائية بالمجمل أكثر دواء أعطى فاعلية أو تمت دراسته هو فيتامين إي. فيتامين إي يعطى ببعض الحالات التي تترافق مع التهاب الكبد الدهني وليس الدهنيات بدون التهاب، يعني إذا كانت إنزيمات الكبد طبيعية والعينة لا يوجد فيها التهاب لا ننصح باستعمال فيتامين إي. شو السبب دكتور؟ السبب أنه فيتامين إي من الفيتامينات التي قد تترافق مع بعض الأمراض الأخرى مثل الجلطات وعند الذكور سرطان البروستات. فبالتالي يجب اختيار المريض المناسب لهذا العلاج. في حالة السكري، هناك بعض الأدوية التي أثبتت فاعلية بتحسين وظائف الكبد والتخفيف من التهاب الكبد. بعض الأدوية الفموية، بالإضافة بعض الأدوية الحديثة مثل دواء الساكسندا أو الأوزيمبيك. دكتور، ولكن سمعنا أنه بعض التحفظات خصوصا بالغرب على هذه الأدوية، خصوصا من لهم تاريخ مرضي بالإصابة بالسرطانات، سرطانات الغدة الدرقية بشكل خاص. لذلك نعود ونقول أنه يجب اختيار العلاج المناسب للمريض المناسب. بمعنى عندي مريض يعاني من السكري النوع الثاني، عنده دهنيات بالكبد، يعتبر الأوزيمبيك أو الساكسندا من الأدوية الملائمة لهذا المريض، لأنه هتضبط السكري وهتساعدنا بضبط دهنيات الكبد. مرضى مقاومة الإنسولين اللي يعانون من مقاومة الإنسولين بدون سكري صريح، هناك دواء الميتفورمين أو المتعارف عليه بالجلوكوفيج بيساعد بهذا الموضوع، بحيث أنه بيساعد على تخفيف مقاومة الإنسولين ويساعد على تخفيف الكبد الدهني. المشكلة الأكبر الناس الأصحاء اللي بتناولوا هذا الدواء. حقيقة أنه تناول الدواء، لغاية تناول الدواء من غير استشارة الطبيب، من غير وجود استطباب أو سبب طبي واضح ومقنع، حقيقة هذا أمر خاطئ بشكل عام. أوميجا 3 دكتور ممكن يساعد؟ أوميجا 3 من الأمور التي تساعد، لأنه تساعد بشكل غير مباشر على تخفيض كوليسترول الدم وتحسين مستوى الدهنيات النافعة بالجسم، وهذا ينعكس على وظيفة الكبد بتخفيف التهاب الكبد الدهني. دكتور، عندما تقول بأنه نتجه إلى نظام غذائي صحي، هل هذا يعني بالضرورة قطع كافة الأطعمة الدسمة والتجنبها والابتعاد عنها؟ هو المشكلة الأساسية ليست الأكل الدسم، المشكلة الأساسية هو الكاربس، الأغذية الغنية بالطاقة. لأن هاي الأغذية الغنية بالطاقة التي يأخذها الجسم يتم تخزينها على شكل دهون. لا يجب الامتناع تماما عن الدهون. الجسم بحاجة إلى كل العناصر والمكونات الغذائية ولكن بنسب مختلفة. طبعا بحاجة إلى بروتين، بحاجة إلى دهون، بحاجة إلى فيتامينز، بحاجة إلى كل العناصر والمعادن. فهو الامتناع لا يعني امتناع كامل، إنما انتخاب أو اختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والتقليل من نسبة الدهون. صعب الزنجبيل دكتور، القرفة. القرفة والزنجبيل انعكاسها على الكبد صدقا ما في دراسات واضحة. هناك بعض الدراسات انه بتساعد على تخفيض دهون الدم، نعم، لكن هل في دراسات تربط بشكل مباشر ما بين الزنجبيل والقرفة مع موضوع دهنيات الكبد؟ لا. هلا في دراسات جيدة فيما يخص موضوع القرفة على موضوع تكيس المبايض الذي هو جزء منه يرتبط بمقاومة الإنسولين والتي ترتبط بموضوع الكبد الدهني،
ولكن هذا أمر غير مباشر. ففي الدراسات ربطت ما بين تكيس المبايض والقرفة بشكل جيد، في دراسات قوية على هذا الموضوع. أما ما بين الكبد الدهني حصرا وما بين القرفة ما في دراسات علمية. دكتور، نصيحة أخيرة للمشاهدين الآن ونحن في فصل الشتاء، نزول الوزن يكون أسرع خلال موسم البرد أم خلال الطقس الحار؟ حقيقة من ملاحظاتنا أنه زيادة الوزن تكون بالشتاء أكثر لسببين. بالنسبة للأطعمة وال... بالنسبة زيادة الوزن تكون بسببين. أولاً قلة الحركة والتحرك ركود بالشتاء نتيجة الظروف الجوية. السبب الثاني ميلان الأشخاص لتناول الحلويات والكارب بشكل أكثر. وهي زي ما بيقولوا هو نقطة الأساس. وهي النقطة الأساسية في زيادة الوزن. يعني زي نؤكد على أنه تناول الحلويات كتأثير أكثر من تناول الدهون، لأنه الجسم يخزن الطاقة بشكل دهنيات، بينما التناول الدهنيات العادية جزء منه يطرح وجزء منه يستفيد منه الجسم. نعم. فتناول الحلويات وال... هذا ينطبق على العصائر المحلاة دكتور؟ طبعا. نعم. طبعا ينطبق على العصائر المحلاة. أنا دكتور والله الحديث يطول في هذا الموضوع، خصوصا مع قامة علمية بحجمك. كل شكر لك الدكتور محمد زاهر، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، على ما قدمته من معلومات مهمة لكافة مشاهدينا. أهلا فيك آيات، وشكرا لكم جميعا.